بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم. الصورتين اللي شايفينهم قدام حضراتكم دول وردين من أخ سوري مقيم في دولة تركيا تمام؟ زارع الزرعة ديًا وعنده مشكلة، المشكلة إيه هي, هي؟ المشكلة أول حاجة يا جماعة الخير في أول حاجة اسمع للآخر بس عشان إيه؟ تقدر تستفيد يعني. الصورة اللي على اليسار ديت تمام؟ الصورة اللي على اليسار دي الراجل بدا كويس جدا جدا جدا، الصورة اللي على اليمين تمام؟ ابتدت الكلسترات أو على إيد الطماطم تتباعد عن بعضها، تمام؟ ودي طبعاً مشكلة، شايف النبات في آخره فين؟ طبعاً أنا مكبر لك الصورة بس عشان تشوف آه للآخر تمام وفي الاخر على الصوره اليمين برضو اخونا ابتدى تقريبا بعد آه 70 80 سم من الارض ابتدى يربي على فرعين. تمام ايه الخطا اللي هو ارتكبه اخونا ده هو اللي هو عمل معاه مشكله في ان في تباعد جامد ما بين الـ 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 الكلسترات ديت في تباعد جامد ما بينهم تمام وهي المفروض تكون ازاي وازاي هنربي على فرعين وامتى نربي على فرعين؟ اصل مش مش لازم اربي على فرعين، فرعين ديت يعني افتكاسه واقول لك افتكاسه ليه في الحاله دي بالذات، تمام؟ وامتى نربي على فرعين ونربيها ازاي؟ تمام؟ اول حاجه آه الصوره اللي هي على اليمين الوضع عند الرجل تمام التمام بسم الله ما شاء الله، اديك شايف العقد هو تمام التمام ما فيش اي مشكله، تمام؟ ما بين الكلاستر الاول والارض حاجه بسيطه جدا ان كان حتى لو في ال 20 سم او ال 25 سم الاولاني ما عندناش مشكله خالص اموره كويسه والنبات كان معاه منضبط منضبط ما بين النمو الخضري ومساحه الورقه والـ 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 والكلاستر عنده 10 على 10 ما فيهوش اي مشكله خالص طب ليه كان كده؟ كان كده لان الجو كان عنده برد تمام؟ الجو كان عنده برد فالنبات ماشي او النمو بتاعه الاعلى بيبقى ايه ستيب باي ستيب خطوه بخطوه واموره كويسه جدا مفيش عندنا اي مشكله خالص تمام وحتى لو هو بيزود في الري وبيزود في التسميد وفي برد النبات كده كده غصب عني وعنك لازم يبقى التطور بتاعه يكون بطيء ومحسوب تمام طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل اخونا برده ممكن يكون عنده بقى ابتدت درجه الحراره تعلى تمام وهو طبعا مش شايف النبات شغال قدامه تمام فكل درجه الحراره ما بتعلى فاخونا بيزود تمام شايف بيزود التسميد وبيزود ال آه وبيزود الري تمام لما زاد التسميد وزاد الري ابتدت تزيد المسافه ما بين عنقود الطماطم واللي تمام هو المفروض يكون كام تمام على فكرة يا جماعة مش لازم يكون زيادة تسميد قد يكون التسميد أساسا الصورة بتاعت التسميد نوعية التسميد نفسها مش مظبوطة زي ما يكون مثلا في أزوت عالي تمام فالأزوت عالي أو النيتروجين العالي هو طبعا سألته أنت بتسمي 18 18 18 و10 30 10 على فوسفور ممتاز وعنده 12 61 0 اللي هو الـ 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 الماب تمام فما عندوش مشكله في عالي الفوسفور ومدعم برضه ببوتاسيوم قليل ونيتروجين قليل عشان الحركه دي تبقى كده ولكن مشكلته ان هو عمل اسراف في ال 18 18 معاهم تمام طبعا نيتروجين عالي فابتدى يعمل معونا طبعا عنده نترات كالسيوم فابتدى برضه الوضع يبقى عنده النيتروجين بيقل عنده طب بيسوء الامر امتى يا جماعه لما كمان بيسوء الامر اكتر ويبقى شد اساءه لما الري بيزيد وفيه تظليل زياده مع درجه حراره الوضع بيبقى قدام زي ما انت شايف كده تمام النصيحه ليه قلت له الـ 18 18 دي وقفها تماما ما تشتغلش بال 18 18 دي اول حاجه مش في مش في كل حاجه الـ 18 18 انا بقول له في الحاله دي وقف عشان بس ما حدش ياخد كلامي كده يعني قلت له وقف ال 18 18 واعتمد النيتروجين اللي هو موجود في ال 10 30 10 وفي نترات الكالسيوم والنيتروجين اللي موجود برده في الماب اللي هو 12 النيتروجين 61 فوسفور زيرو بوتاسيوم تمام اشتغل على امور ديت مع ضبط معدل الري كمية بتاعت الري نفسها تمام امورك هتبقى كويسة تمام على الصورة اللي في اليسار قلت لك الوضع كان ممتاز جدا والدنيا يعني زرع ولا اروع تمام المشكلة كانت فين في اللي هي الصورة اللي في اليمين اللي ابتدى النبات يطول منه على فكرة الصورة مقصوصة من فوق بس دي طويلة تمام شايف اول كلاستر فين والكلستر اللي يليه فين؟ ده خطا كبير، الخطا الثاني بقى اللي هو التربيه اللي اخونا ده مربيها على فرعين. أنت نربي الطماطم على فرعين وايه المحاذير اللي, اللي او اللي اللي الحاجات اللي أخدها في دماغي علشان اربي على فرعين؟ اول حاجه بترغبني ان انا اربي على فرعين ان هي يعني بت... ان ان النبات عندي لازم يكون مطعم، لازم يكون مطعوم لان الاصل شديد. فلما اربي على فرعين على اصل شديد الامور عندي هتبقى بهذا المنظر بسم الله ما شاء الله تمام التمام تمام دي اول حاجه يبقى امتى اربي على فرعين في الطماطم الطماطم بتربى على فرع واحد بس امتى انا اربي على فرعين لما يكون مطعم طماطم على الاصل بتاعها باي اصل كان تمام اي اصل كان طعام عليه الطماطم كلام ده انا ذاكره في ذاكره في،, في الكتاب اللي،, اللي ينزل بتاعي ان شاء الله امتى نربي الطماطم على فرعين لما يكون عندي يا جماعه الخير الطماطم عندي تكون مطعومه يبقى بنربي على فرعين والرب على فرعين التربيه تكون منين إيه؟ من تحت مش لما نوصل بعد متر الرب على فرعين ايه ده طبعا الكلام ده ما ينفعش طبيعي ان الوضع عندي هيكون مش كويس طبيعي ان الوضع عندي هيكون مش كويس، لان المسافه من الجدر لحد الفرعين دول مسافه كبيره، انا بربيها من عندي العشرين 20 او ال 15 كمان لو قدرت بشيل القمه الناميه بطلع فرعين وبربيهم ما عنديش اي مشكله خالص، كمان محاذير في تربيه الفرعين ان انا الشطاره مش ان انا اربي فرعين وانا عندي المسافه الكثافه النباتيه اساسا عاليه، الكلام ده ما ينفعش، عشان اربي على فرعين يبقى انا بزرع على 40 سم وبين الخط والخط من متر ونص 2 متر تفهمني ونعمل خط واحد اخونا هنا عامل الخطين اهم عامل خطين لو شاهدت هتلاقي فيه وزين او فيه خرطومين ودي طبعا مشكله مشكله كبيره جدا ان النبات يتربى على فرعين في كثافه نباتيه عاليه اكيد هتعمل لي مشاكل في الامراض هتعمل لي مشاكل في الاحجام بتاعت الطماطم هتعمل لي مشاكل في يعني هي مشاكل من الاول للاخر كده هي مشاكل عشان اربي فرعين طبعا تربيه الفرعين بيكون لها ايه بيكون لها محاذير علشان بس الايه الدنيا ما ما, 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 تبقاش بالوضع اللي احنا شايفينه دهوت نبات في الاول كان معاه كويس جدا في شويه اخطاء في الجنب الثاني اهوت الصوره اللي على اليمين زي ما قلت لك المسافه كبرت ما بين النبات والنبات ابتدى اخونا يربي على فرعين وتربية الفرعين لها محاذير ولازم تكون مدروسة وعلى أساس علمي التربية على فرعين بتجود بس أو بتنعملها وقت ما يكون طبعا هي, هي, هي هيقول لي بنحط أصل الطماطم ليه؟ أصل الطماطم بنحطه عشان أصل مقاوم للنماتودة ده جديد يعني لسه هينزل ده ومقاوم للاعفان اللي هي موجوده للتربه سواء الفطريه او البكتيريه اللي ممكن تعمل لي مشاكل في الجذور فابتدوا يطلعوا اصول للطماطم تمام على اساس ان احنا ما تتاثرش بامراض التربه ده اللي كنت عايز اقوله في الخطا اللي اخونا ده هو ترتكبه وفي المفروض في الحاله ديت زي ما قلت يوقف ال يوقف النيتروجين ويبدا يضخ فوسفور مع بوتاسيوم مع كالسيوم مع مغنيسيوم واموره ان شاء الله تبقى كويسه مع مراعاة خف الري في القصه دهيت ولو كان في تظليل يحاول يدخل اضاءه اكتر للنبات بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته